بتلف بيا والعمر يابا بيفوت تعبان فان من الدنيا انا مخنوق والثانية بتلف بيا والعمر يابا بيفوت ولا عمر مرة انا شفت الراحة الكل بيقول لي ان فراحة تعالوا دوقوا من اللي انا فيه مش هستحمل ولا شوفكم انتوا فين انا وامك لوحديكوا انا عارف ان فيكم مش شايف حد وانسيكوا عايز اشوفكم انتوا فين انا وامك لوحديكوا يا لهوي لما تحن دماغي يا بتزن يا لهوي لما تحن دماغي يا بتزن هدف واكيد يا حبيبي مزيكا علينا في مرض مخلينا يا حبيبي اجيال سمعت لينا بركب المرجحة وما تمرجح انت عيل الا بتتسربح بركب المرجحة وما تمرجح انت عيل الا بتتسربح انا مش فضيلك تحكيلي كلام يا صاحبي ويا زميلي هتقولي معاك اخر الطريق انا مش شايف اصلك يا صاحبي من زمان ما شفتش فيكم اي امان صاحبت انا صاحب كتير ويا ريتني ما كنت عرفتكم انا مش عارف اقول ازاي الصحاب بتاع زمان يطلعوا معايا كده اندان حرك الايدين شغل الوجيل افهم كلمتين اكيد كمان عارفين اللي تقيل عليك بابا من زمان وانتو يا عيال اسمع الالحان وافهم المقام اصلي ادوش فيك راكب المزيكا ومسيطر عوف مجالي وبهايبر بشغل التراك وبروح وصوتي بيهن ليك يا مسرد صفح مكاني ثابت مجالي كلك عيوب اسمي موجود دبب مدافع في مصايب نابع ادي راكتك شغل فتاتك حاسب هناك من بلاش تمنتك مالي يا ابني صوتك استخد كده في ايه انا ماشي ومين جاي جاي رضا ميزو بتقول الوحدة رقص حي حي رضا تيك انا ماشي ومين جاي جاي نادر سبيك بتقول الوحدة رقص حي حي عزبة خيرالو انا ماشي ومين جاي جاي دار السلام بتقول الوحدة رقص حي حي على موقع مارادونا دوت كوم يابا 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 يابا